ملامح الصنع تحكي عراقة صناعة تحتاج حرفية عالية ودقة وتركيزة، وهي صفة غابت عن جيل جديد تملكته أحاسيس الخوف وحالة عدم الاستقرار، وهو ما يصعب محاولات الكبار الحفاظ على صناعة لا تزال جزءا من تراث شعب وهوية أجيال. لكن هذه الصناعة مهددة بالانقراض، ليس بفعل التطور، بل لأن شراء مثل هذه المنتجات باتت ترفا لا يتناسب احتياجات السوريين المنحصرة عند حد المأكل والمسكن. هيك الوضع، هذا ما بقى حدا، يعني العالم كله بيركي، ما في مصاري ولا في شغل، ما بقى حدا يطلب قليل. رغم عدم تعرضها للقصف بشكل مباشر مقارنة بالمناطق الأخرى، إلا أن انعدام الأمن في المناطق المجاورة تسبب في توقف جميع المصانع في أكبر المدن الصناعية السورية. هنا في منطقة الشيخ نجار الصناعية توجد غالبية المصانع، ولأن رأس المال جبان بطبيعته توقفت الصناعة نتيجة الأوضاع الأمنية المضطربة في سوريا، واقع يحاول الجيش الحر تغييره من خلال محاولات إعادة تشغيل المصانع بعد تأمين المنطقة بشكل كبير. عادت مدينة صناعية بنسبة أكثر من 50% إلى العمل في هذه الأثناء، وإن شاء الله نأمل أن نصل إلى إعادة تشغيلها بنسبة 100% إن شاء الله تعالى في الأيام القليلة القادمة. ضاق أفق حل الأزمة عند كثيرين فقرروا هجر الصناعة، لكن آخرين عادت آلاتهم للدوران بعد عودة التيار الكهربائي المنقطع منذ أشهر، عودة لا تخلو من صعوبات. في الوقت الحالي بسبب انقطاع التيار الكهربائي، بسبب قلة اليد العاملة، طبعا في يد عاملة بس منهم كثير منهم خارج سوريا، كثير منهم لجأ إلى أمور تانية، شايف شلون، فصار في طلب على البضاعة السورية. كثير من المصانع سكنها لاجئون فقدوا الأمن في بلداتهم الأصلية بعد أن هجرها العمال، فمعدلات البطالة ارتفعت بشكل كبير إضافة لارتفاع كبير في أسعار السلع نتيجة التدهور الذي لحق بالقطاع الصناعي في سوريا. أبو بكر أحمد، سكاي نيوز عربية، منطقة الشيخ نجار الصناعية، حلب.